مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واحنا بنتكلم عن يعني هو حديث الساعة في كل مكان، كورونا وآثاره الصحية اللي معادنا في البيت ومعادة كل العالم في البيت، وحالة الهلع والرعب اللي مسيطرة على العالم كله. لكن الأسواق كمان متأثرة وخسائرها يعني اللي تكبدتها خسائر يعني مفزعة، وده طبعا ما بينطبقش على السوق المصرية فقط أو البورصة المصرية فقط، ولكن على البورصات العالمية كلها. كلنا يمكن اللي بيتابع الآثار الاقتصادية الرهيبة لكورونا هيعرف أنه يعني الحقيقة خسائر كبيرة جدا أو أكبر كمان من كلمة كبيرة بتتحملها الأسواق. يوم الاثنين اللي فات كمان كانت الخسائر اللي تكبدتها كل الأسواق العالمية الأوروبية والأمريكية والمصرية سموها بالاثنين الأسود، أسوة بالأكتوبر 1987 والاثنين الأسود في السنة دي أو في الوقت ده تحديدا. عموما احنا بنتكلم النهاردة عن يعني incentives أو إجراءات احترازية وحوافز بتقوم بها كل الحكومات. هي الحكومة المصرية قامت أيضا بمجموعة من المحافظات، منها كان قرار المركزي المصري بتخفيض سعر الفايدة 3% من كام يوم. ونهاردة الحقيقة وزارة المالية أيضا مشكورة، كان لها أكتر من قرار هنتكلم عنه بتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة المصرية، ده من هيئة الرقابة المالية هنتكلم عنه. وهنتكلم كمان بالتفصيل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية اللي كنا بنتكلم عنها من سنين وإن هي ترفع، تم رفعها لا يعني مؤقتا على هنعرف تم رفعها عن مين وأثر ده. لكن مع الأسف السوق النهاردة طبعا ما كانش لي أي ردة فعل إيجابية على قرارات الحكومة الإيجابية بالحوافز للمستثمرين عشان تشجيع الاستثمار، لأن الوضع فعلا إلى حد ما ضبابي ده في كل العالم زي ما بنتكلم. هتكلم عن ده النهاردة تفصيلا، وخلينا نروح للمؤشرات اللي تراجعت النهاردة في البورصة المصرية. وتراجع المؤشر الرئيسي AJX 30 ب 4.84% وبلغ مستوى 8756.7 نقطة. مؤشر AJX 7 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط ب 5.76% وبلغ مستوى 843.35 نقطة. مؤشر AJX 100 الأوسع نطاقا انخفض ب 5% وأنهى التعاملات عند 927.86 نقطة. التراجعات شملت مؤشر AJX 30 كابيتال الجديد محدد الأوزان النسبية ب 5.8% وأنهى التعاملات عند 9812.46 نقطة. خلينا مشاهدينا نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، وكان قطاع البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 27.56%، تلا قطاع أغذية ومشروبات وبتبلغ نسبته هو كان في المركز الثالث وبلغت نسبته 12.49%، قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.8%، جاء رابعا قطاع العقارات ب 11.1%. هنتكلم عن فئات المتعاملين داخل السوق، وكان المستثمرون المصريون اتجهوا النهارده نحو الشراء وكان استحوذوا على 56.73% من اجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو البيع واستحوذوا على 41.6%. كان المستثمرون العرب اتجاههم اليوم نحو البيع ايضا واستحوذوا على 2.21% من اجمالي تعاملات السوق. ما زلنا مع فئات المتعاملين داخل السوق، ومال المستثمرون الأفراد اليوم نحو الشراء وحصلوا على نسبة 3.67%، واتجاهات المؤسسات النهاردة كان اتجاهها بيعي استحوذت على 96.32% من إجمالي التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً كان تصدرها سهم دلتا للإنشاء والتعمير ب 8.59%، ثم سهم ممفيس للأدوية ب 5.3%، ثالثاً سهم رايا القابضة للاستثمارات المالية ب 4.99%، رابعاً سهم النعيم القابضة للاستثمارات ب 4.55%. على العكس هنتابع الأسهم الأكثر انخفاضا، كان سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بيتصدرها ب 10%، تلا سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ب 9.97%، ثالثا سهم المنصورة للدواجن ب 9.69، ورابعا سهم العربية للخزف ب 9.95%.
هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18.8 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 493.6 مليار جنيه. هنروح لتقرير طبعا نتعرف منه تفاصيل أكثر من المقصورة والخسائر والأجواء النهاردة وتحركات المستثمرين ويعني ربما الإحباط اللي كان مسيطر عليهم، وهنرجع طبعا نحلل ده مع ضيفنا الكريم اللي شرفنا النهارده الأستاذ خالد نجاح خبير أسواق المال. أستاذ خالد بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بك. هنتكلم مع حضرتك تفصيل عن يعني اللي بيحصل بس مش في السوق المصرية، سوق البورصة المصرية، ولكن في الأسواق العالمية، لكن اسمحنا نتابع التقرير. خلينا نتابع. على انخفاض أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، بينما واصل المستثمرون المصريون الشراء. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق سجل مستوى 493.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 6.3 مليار جنيه. الانخفاض يأتي على الرغم من إعلان وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وأوضح معيط أن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25% في الألف بدلا من 1.5% عن عمليات الشراء والبيع. وأضاف الوزير أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلا من 1.5% لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. كما أشار وزير المالية إلى أنه تقرر أيضا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا. بعد ما تابعنا التقرير هنبدا حالا بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده الاستاذ خالد نجاح خبير اسواق المال. مره ثانيه مرحبا بحضرتك استاذ خالد. اذا هو يعني وضع مأساوي عالمي، بنتكلم عن هبوط اسعار البترول تقريبا من 17 سنه لادنى مستوياته من 17 سنه، 26.2 تقريبا ده خام الامريكي، 28.33 ده الخام برنت، وخسائر مهوله بتتكبدها كل دول العالم. تحولت المطارات لاشباح، شركات الطيران، شركات يعني الوضع المأساوي العالمي ليس فقط يخص البورصة المصرية اللي بنتكلم عنها، لأنها طبعا ليسنا بمعزل عن العالم، وطبعا كورونا طبعا الهلع الشبح اللي بيهددنا كلنا النهاردة. فالوضع حضرتك بتشوفه ازاي؟ نشوفه الأول عالميا وبعدين نرجع عالميا. طبعا كارثة كورونا دي مأثرة تأثير سلبي على كل يعني أسواق سوق المال في العالم، حتى بر أسواق سوق المال كل حاجة طبعا بتتجه إلى التوقف يعني للأسف. يعني كان في فتره كده ان احنا قلنا الداو جونز بيطلع، طلع من 16000 لغايه 29000، دي كانت بالنسبه لنا فتره يعني كويسه جدا، وكنا بنتعشم ساعتها ان السوق المصري برضو يصعد وراه وكده. ولكن للاسف في بعض الخبراء بيعتبروا ان اللي بيحصل دلوقتي في الاسواق العالميه وخاصه في الداو جونز بيعتبروا ان هي الى حد ما عمليات تصحيحيه تزامنت مع فيروس كورونا. ولكن طبعا في الوقت اللي هينتهي فيه موضوع فيروس كورونا ده، الأسواق العالمية زي ما نزلت بقوة هتلاقيها صعدت بنفس القوة. فعلا ده ممكن؟ يعني ممكن التعافي في الأسواق دي بشكل قوي جدا؟ بمجرد أن الكارثة العالمية اللي احنا بنعيشها دي تنتهي أو تقارب على الانتهاء، هتلاقي في بارقة أمل في الأسواق العالمية نحو الشراء. رغم الأسواق الأوروبية وبعد إعلان أوروبا أنها بؤرة موبوءة عالميا من منظمة الصحة العالمية عامة، فيعني فعلا ممكن الأسواق فعلا بالشكل ده تصعد مرة تانية؟ طبعا يعني يعني تداعيات الازمه الاقتصاديه بالنسبه لهم ممكن ما تاخدش وقت كبير. اهم حاجه ان احنا المشكله الكبيره اللي احنا فيها اللي بيعيشها العالم ده كله دلوقتي، دي اهم حاجه انها تنتهي او تشارف على الانتهاء، دي اهم حاجه.
في يعني في نظريات كده في التكنيكال او التحليل الفني، التحليل يعني الفني. بمجرد ان النزول العنيف بيقابله صعود عنيف بنفس القوه. ده اللي احنا يعني يمكن اقول لك ده الامل اللي احنا عايشين عليه. يعني النهارده مثلا قبل ما انا اجي التسجيل هنا يعني بصيت على برضو الداو جونز، الداو جونز برضو نازل للاسف وكده. ده يعني اوروبا برضو النهارده طول النهار سيئة جدا. طب. الفيتشرز مثلا العقود الاجله برضو ايضا سيئه، فيعني ما زالت الازمه والكارثه ساريه للاسف. طيب خلينا نتكلم عن انها زي ما قلنا طبعا خلاص ازمه عالميه، وكل دوله بدات تبدا بمحفزات اقتصاديه علشان تساعد شويه مواطنيها والمستثمرين طبعا. فيها. الحكومه البريطانيه عملت ده النهارده، الحكومه الامريكيه، الحكومه المصريه كمان ايضا، ووزاره الماليه، كان البنك المركزي من كام يوم بدا بتخفيض سعر الفايده 3%. بنتكلم كمان عن ضريبه الارباح الراسماليه اللي كنا الحديث عنها من 3 سنين او اكتر، وكنا يعني دايما بندعو الحكومه ان هي يعني تعيد النظر فيها. النهارده بنتكلم عن الاجراء اللي تم اتخاذه، هو اعفاء الاجانب وغير المقيمين من ضرائب الارباح الراسماليه تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبه مقطوعه كضريبه دمغه ثابته بمقدار 1.25 في الالف بدل من 1.5 في الالف عن عمليه الشراء والبيع، وكمان تاجيل تطبيق ضريبه الارباح الماليه الراسماليه عفوا عن المصريين والمقيمين ل 2022. ما كانش فيه مع الاسف اي رده فعل ايضا من السوق للقرارات دي، هل لانها تاخرت ولا ان الازمه اكبر من كده؟ احنا بقالنا سنتين بنطالب وزاره الماليه بالنظر في ضريبه الدمغه. النهارده وزاره الماليه نزلتها بالنسبه للمقيمين او المصريين من 1.75 في الالف الى نص في الالف. دي تعتبر يعني خطوه ايجابيه جدا. الاجراءات اللي بتاخدها وزاره الماليه احنا بنسمنها تماما هي والحكومه اجراءات يعني في الوقت الحالي ده يعني اتاخرت شويه، ولكنها بتاثر الى حد ما، لسه ما حسيناش برضو بيها طبعا عشان الكارثه الموجوده، ولكن بنسمن طبعا الجهود. للاسف النهارده السوق ما حسش بالاجراءات اللي احنا عملناها دي خالص للاسف، لان المستثمر لم يشعر ان هناك يعني مشتري معاه في السوق. يعني في الوقت اللي احنا فيه ده لازم يبقى فيه صانع سوق. ليه اللي يعني بس ده مش صعب شويه ان يكون في صانع سوق دلوقتي؟ لا ما بصي مع حضرتك احنا دلوقتي في ازمه، طب صانع السوق ده هيظهر امتى؟ احنا دلوقتي في كارثه، بيظهر في وقت الازمات. كارثه طبعا، كارثه عالميه، بس لازم يكون عنده روح مغامره قويه جدا. ما هو احنا يعني انا بكلم حضرتك هنا مثلا عن صندوق مصر السيادي مثلا. تمام كنت هسأل حضرتك يعني عنه. ده مثلا من الامثله كنا بنتكلم عنه ايضا من فتره، الى اي مدى ممكن يكون محفز وداعم للمستثمرين دلوقتي ويعمل صانع السوق اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ عندك اصول، عندك الى حد ما سيوله كافيه. ممكن ان انت كنت يعني حوارات الكلام في حته ان احنا نخش، مش مساله ان انا اسند سهم او حاجه، لا مساله ان انا بخش اشتري في الاسهم اللي موجوده قدامي على الشاشه باسعار يعني احنا لا كنا نتوقعها الاطلاق. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الشركات طلبت انها تشتري اسهم خزينه عشان تسند الاسهم بتاعتها، ولكن هناك بعض الشركات الغير قويه لا تمتلك السيوله الكافيه. ليه احنا كبنك مركزي مثلا ما نمولهاش، ما نمولش الشركات دي انها تخش تشتري اسهم الخزينه؟ وعلى فكره للاسف برضو مشكله اسهم الخزينه ان هي المده بتاعتها تقارب على السنه او سنه. المفروض ان احنا من ضمن الاجراءات برضو ان احنا نطول الفتره دي. كل دي اجراءات استثنائيه، زي ما البنك المركزي قال ان احنا هننزل الفايده 3%، ده كاجراء احترازي استثنائي. ان شاء الله بعد ما الازمه دي تنتهي هيرجع تاني الفايده، البنك المركزي هيرجعها تاني كما كانت. وهل ده ممكن؟ طبعا، هو ده مجرد اجراء احترازي يعني. ولا احنا متوقع ان احنا نوصل زي الولايات المتحده وان احنا هنبدا زيرو؟ نخفض لحد ما نوصل بالظبط ل 0%. ما اعتقدش الفتره الحاليه دي هيبقى يعني هيبقى التخفيض برضو عنيف كده، متهيأليش. يعني على حسب الفتره بتاعه الازمه، على حسب الوقت بتاع الازمه. طبعا الولايات المتحده طبعا نزلت زيرو فايده، ما اعتقدش ان احنا في مصر هنقدر نعمل الموضوع ده الى حد ما، بس ولكن يعني ممكن مع اي اجتماعات لجنه السياسات ممكن برضو يبقى ايه ان يعني مثلا تنزل مثلا 100 نقطه اساس او 1% يعني تاني. ما انا بقول لحضرتك اجراءات احترازيه لازم تتعمل. في ناس كتيره جدا مش متخيله ان يعني الحجم اللي سوق المال المصري بقى فيه. احنا بنعاني معاناه رهيبه. السوق المصري توقف اكتر من 5 مرات في شهر مارس، ولسه شهر مارس ما خلصش، ولسه عندنا رمضان كمان. بالظبط يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده الجلسه توقفت نص ساعه. احنا النهارده قافلين الجلسه بتاعتنا الساعه 2:03:29، مش 2:30 زي كل يوم. ليه؟ لان المؤشر اللي هو اي جي اكس 100 عمل 5% هبوط فتوقفنا عنده. ف السوق المصري خسران خساره رهيبه فوق ال 500 مليار جنيه.
احنا بنتكلم يعني لا يعني فعلا احنا في كارثة، يجب ان احنا يعني يتم اخذ كل الاجراءات الاحترازية علشان خاطر بس ان احنا نسند حتى السوق. طب السؤال، في اكتر من سؤال هنا بيطرح نفسه. الاول وهو انه زي ما حضرتك اتكلمت عن الاسواق الاوروبيه ان هي ممكن تتعافى بشكل كبير جدا وتعمل كوركشن او رده تصحيحيه كبيره جدا وقويه عنيفه زي الهبوط العنيف، فهل ده ممكن يكون متوقع عندنا ولا هيكون صعب شويه؟ بص حضرتك ده سؤال حلو جدا، ان للاسف السوق المصري الفتره اللي فاتت دي كلها بيبقى متجاوب مع النزول اكتر منه متجاوب مع الصعود للاسف. عشان كده احنا كنا بنطالب بقالنا اكتر من سنتين بإلغاء الضرائب، هات مستثمر. يعني احنا من ساعه ما فرضنا الضرائب دي وفي مستثمرين خرجوا كتير، راس المال السوقي قل. طب سؤال، احنا دلوقتي الاجراءات الاحترازيه اللي احنا عملناها حاليا دي لو كانت في اوضاع طبيعيه كان السوق المصري اصبح قوي جدا، كان اصبح في فرصه للحكومه لبدء عمليه الطروحات اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنتين ولغايه النهارده ما اتنفذتش. هل النهارده ممكن ان الحكومه تبدا عمليه الطروحات؟ اعتقد صعب. هل زي ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الطروحات اللي اتاخرت كتير برضه شركات سنين. الجيش زي ما سياده الرئيس قال انها برضه هنروح في الوقت الحالي؟ صعب. ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي كنا بنتكلم فيه من زمان. ما للاسف احنا بنسم يعني احنا فعلا بنسمن تحرك الحكومه، ولكن هو جه متاخر وجه في وقت كارثه عالميه، جه في وقت كارثه ما استوعبتوش وما كانش ليه اي رده فعل ايجابيه للأسف. مع الاسف لانه الحل قدام الموضوع ده هي عمليه صنع السوق زي ما قلت لحضرتك. لازم المستثمر يحس ان في مشتري قدامه على الشاشه، دي اهم حاجه. عمليات المارجن وده زي ما حضرتك قلت دخول البنك المركزي مثلا في اسهم خزانه الصناديق المحليه ليه ما تخش الصناديق اللي هي بتاعه البنوك الحكوميه؟ ليه ما تخش في الوقت الحالي؟ ما احنا دلوقتي اجراءات احترازيه عملناها السوق ما استجابش، لازم ندور على حاجه ثانيه السوق يستجيب لها، دي اهم حاجه. انما احنا للاسف كده يعني ما يعني السوق المصري طبعا بقول لحضرتك احنا نازلين 5000 نقطه في 3 اسابيع، يعني حاجه. احنا النهارده المؤشر 8756 تقريبا، احنا كنا وصلنا ل 12 وصلنا 14 14100 فعلا بالزبط. النهارده 8756، فده يعني لا يعني. وبعدين في مشكله كمان، المارجن كول بتاع الشركات ده برضو بيخلق موجات بيعيه. احنا انهيارات الاسواق العالميه دي بتاثر على الشركات انها بتخش بتبيع للعملاء عشان خاطر يقفلوا المراكز الماليه بتاعتهم. الامل حاليا في المستثمر والصناديق المصريه زي ما حضرتك قلتي، فئه المستثمرين اللي احنا بنتكلم عليهم كنا في اول الحلقه مع حضرتك. بس المستثمرين الافراد اللي تحركهم بيكون صعب وبيغلب عليه العشوائيه عاده. بصي مش دايما، مش يعني انا بتكلم على اسهم قياديه، وفي اسهم قياديه واسهم مثلا اللي هي في اي جي اكس مثلا 70. اي جي اكس 70 ده لا الافراد ممكن بيتحركوا فيه زي ما قلت حضرتك، بس ده ما هو ده جزء من المنظومه ما نقدرش احنا نتخلى عنه. تمام. الاسهم القياديه المؤسسات بتاعه مثلا بنوك المحليه فينها دلوقتي؟ دي اهم حاجه يعني، دي اللي هتدي دعم للسوق. طيب سؤال تاني بيطرح نفسه، طب حضرتك بتقول دلوقتي احنا محتاجين صناديق المحليه للبنوك الحكوميه والمستثمر صانع السوق ده في الوقت الحالي، احنا يعني الله اعلم يعني هم بيحاولوا يشوفوا مصل يعني او لقاح لكورونا ولحد استيعابه، يعني الله اعلم دي هتكون امتى، لا يعلمها الا الله في الوقت الحاضر طبعا للعالم كله. ففيما بعد كورونا هل ممكن يعني هل الضبابيه هي اللي مسيطره ولا هل ممكن نستشف فيما بعد كورونا؟ يعني نتصرف ازاي حاليا؟ طبعا ضبابيه حاليا احنا الى حد ما مرتبطين الأسواق العالمية وخاصة الداو جونز، ولكن زي ما قلت لحضرتك بيحصل ريباوند في السوق يعني قوي جدا. يعني ايه السوق؟ احنا نازلين السوق هيلف ويطلع تاني لو حصل ان احنا عالجنا موضوع الكورونا ده. علاج موضوع الكورونا هيأثر على الأسواق العالمية، هنلاقي أسواق أوروبا دي وأسواق أمريكا في ارتفاعات رهيبة، هيصاحبها أيضا نفس الارتفاعات في السوق المصري، ولكن الأسواق الخارجية طبعا هتتبع الأوروبية. طبعا ولكن بنسب قليلة في السوق المصري. أهم حاجة يعني أنا متخيل حاجة، متخيل إن السوق المصري هيستجيب للإجراءات اللي خدتها فعلا وزارة المالية النهاردة، ولكن بعد من موضوع كورونا ده ننتهي منه إن شاء الله. يعني يبقى بأثر رجعي تقريبا. بعد انتهاء الأزمة يعني. كل المستثمرين كانوا بيتعشموا الكثير ان احنا الموضوع الفائده ده كان ينزل، عفوا موضوع الضريبه ده كان مثلا هو يتلغي او يتخفض، وده حصل فعلا. احنا التي بلس زيرو كمان على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، التي بلس زيرو اللي احنا كنا بنعاني ايضا منه ده كان ليه دور مهم جدا في كميه التداولات بتاعه السوق، ده برضو اصبحت زيرو، ما عادش في ضريبه دمغه فيه.
ده برضو المفروض ان احنا النهارده كنا توقعنا ان احنا يبقى في عمليات تداول اللي هي في ذات الجلسه او زيرو كتير، بس للاسف طبعا المستثمرين يا دوبك احنا ناس كتيره باعت وبعد كده السوق خلاص فضل حاجات كتيره جدا مدونه فيه. طيب في ظل الاوضاع الحاليه ازاي هل في ممكن اي وسيله ان او وسائل ان احنا نحمي سوق المال من اثار الازمات الاقتصاديه دي؟ اسواق المال على مستوى العالم كلها مترابطه ومصر جزء من هذا النسيج. فزي ما قلت لحضرتك اهم حاجه احنا اخذنا اجراءات دي الحكومه عملتها. هل هنكون محتاجين اجراءات تانيه اكتر؟ طبعا لسه هقول لحضرتك. طبعا الازمه على حسب الازمه احنا خدنا عملنا اجراءات كجزء اول. تمام. ما فيش اي استجابه، لازم الحكومه بالخبراء اللي موجودين فيها تدور على اجراءات احترازيه مره اخرى للتعافي بقى. طبعا يعني للتعافي او على الاقل ان احنا نسند السوق، ان السوق ما يستمرش او نوقف الخسائر، نزيف الخسائر بالظبط، نوقفه عند الحد ده لانه يعني كده لا كفاية. يعني كده صعب جدا كفاية. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ايضا الصانع السوق، صانع السوق لما هيخش في السوق ويبدا يبقى فيه شراء وسيوله ظاهره قدام المستثمرين، الناس دي كلها قاعده بتتابع الجلسه والشاشه، هيشوفوا الاسهم دخل فيها مشتري ودخل فيها سيوله، هيبداوا هم كمان يعني يحصل تحرك منهم مع هذه الاسهم. بس هي دي، مع للاسف هي احنا في ازمه، يعني احنا بقالنا فتره شغالين في المجال ده عمرنا ما شفنا ازمه بهذا الشكل يعني للاسف. اكيد يعني يعني ما اعرفش طبعا الازمه بتاعه الاثنين الاسود بتاعه 87 ما كناش بنوع يعني مش يعني نستوعبها اكيد كنا لا لسه وبعدها 2008 لا لكن اللي بيقال ومن صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي انه يعني ان الازمه ممكن تكون فعلا اكبر واكثر صعوبه من ازمه 2008. انا بقول لحضرتك احنا نزلنا 5000 نقطه في 3 اسابيع، احنا عمرنا ما كان السوق عمر ما كانت البورصه بتقف النص ساعه اللي هي بتاعه 5% بتاعه اي جي اكس 100، ده احنا كل فين وفين ما كانت بتقف. النهارده احنا في شهر مارس وقفين 5 مرات. طب سؤال يعني مش عارفه، هو المستثمرين دلوقتي مش هتكلم عن حالتهم النفسيه اكيد اللي هتخليهم عندهم دافع ان ممكن بكره يعملوا التداول، طبعا هو التداول عن بعد طبعا دلوقتي ومن الانترنت وكده، هل في اي محفز نفسي بالنسبه لهم نفسي على الاقل ان هم بكره هيبقى هيعملوا اي حضرتك بتتكلم على جلسه الغد؟ بتكلم عن جلسه الغد يعني على الاقل ده. جلسه نهايه الاسبوع يعني للأسف. يعني ما اعتقدش يعني. لسبب واحد، لان الاسواق الاوروبيه النهارده كانت سيئه جدا، الفيوتشرز الداو جونز ايضا كان برضو كان سيء جدا، فده هياثر علينا احنا برضو بكره للاسف بالسلب. يعني اعتقد ان احنا ممكن السوق المصري يوصل لمستوى يعني للاسف يعني مستوى مثلا 8200، لا يعني ده دي النظره اللي هي قصيره الاجل. يعني لسه في 700 نقطه لتحت او 600 نقطه لتحت. النهارده مثلا سهم زي السي اي بي ده سهم مؤثر جدا في البورصه المصريه وسهم مؤثر جدا في المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه، كان متماسك على سعر ال 58 و 58.5، اخر الجلسه احنا لقيناه برده ب 55.5 و 56. حتى يعني السهم القيادي ده يعني لم يسلم من الاثار السلبيه للاسف. طيب كان نفسي كمان اتكلم مع حضرتك عن اثارها مش بس على المستثمرين، علينا وعلى المواطنين ايضا، وخصوصا بعد تخفيض سعر الفايده، ده هنتكلم عليه اكيد بالتفصيل. ويعني شرفنا ان حضرتك تشرفنا مره ثانيه نتكلم عنه. يعني استاذ خالد نجاح خبير اسواق المال، بشكر حضرتك جدا. وما عندناش غير الدعاء لينا جميعا عالميا انه يعني ربنا يلطف بينا جميعا، وان شاء الله لحد ما يصل لقاح وحل للازمه دي يعني هي الدعاء. ولازم طبعا نبدا باجتماعات ازمه وقرارات علشان الفتره اللي جايه ان شاء الله يا رب يا رب ما تطولش يعني، ويبقى بعد فتره يعني ما بعد هذه الازمه والتعامل معها. كل شكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه، ابقوا دائما معنا النيل الاقرب اليك. تحياتي.